بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بكم في كلية التكنولوجيات الحديثة والمعلومات للمعلومات والاتصال مع الأستاذ عيادي كمال الدين عميد الكلية. بهذه المناسبة نرحب على كل حال بالطلبة الجدد اللي هما متخرجون أو متحصلون على شهادة البكالوريا، والذين سيلتحقون بنا في السنة 2020-2021. بالنسبة للسنة الأولى، على كل هذه الكلية تستقبل فرع علوم والتقنيات الطلبة الذين يكون أو يشترط فيهم أن تكون معدلاتهم في الرياضيات والفيزياء أكثر من 10. الكلية هذه على كل هذه الكلية تعتبر من الكليات الحديثة في جامعة ورقلة، جامعة قصدي مرباح ورقلة. فهذه الكلية تحتوي على أو فيها ليسانس، ماستر، دكتوراه. بالنسبة لليسانس عندنا إلكترونيك، آلية، اتصالات، وأداتية، وإعلام آلي. هذه هي التخصصات الموجودة في الليسانس. أما التخصصات الماستر فعندنا إلى جانب تخصصات اللي ذكرناها في الليسانس نزيدها إعلام آلي أساسي وصناعي وشبكات. بالنسبة للدكتوراه، الدكتوراه عندنا دكتوراه اتصالات، دكتوراه آلية، ودكتوراه ذكاء اصطناعي وشبكات. هذا بالنسبة للتكوين في هذه الكلية. بالنسبة للعمل في الكل بعد التخرج من هذه التخصصات، طبعا الطلبة المتخرجون، احنا على كل حال خاصة بالنسبة للمتخرجون المتفوقون، بالنسبة للمتفوقون ما عندنا حتى مشكل، او كلهم تقريبا وجدوا اماكنهم في القطاع العام او القطاع الخاص. بالنسبة للطلبة بصفة عامة، الطلبة الاعلام الالي فهم مطلوبون في كل المجالات، مطلوبون في العام والخاص، في الصناعة وفي التجارة وفي الإدارة. بالنسبة للإلكترونيك عندنا الاتصالات مطلوبين طبعا في مجال الاتصالات الأرضية والفضائية، السلكية واللاسلكية. بالنسبة للآلية والآلات فهم مطلوبون أيضا في أغلب الشركات، فهم مطلوبون طبعا في الشركات التصنيعية، البترولية، في خطوط الإنتاج إلى آخره. هذه تقريبا ملخص وش هو موجود على كل حال في هذه الكلية. نعاود مرة أخيرة نرحب بالطلبة الجدد المتحصلون على شهادة البكالوريا في هذه الكلية، وطبعا بعد ما يأتون إلى جامعة قصدي مرباح نرحب بهم ونتمنى لهم حظ موفق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.